منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سارعت دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء حلف الناتو في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا لمساعدتها على التصدي للهجمات الروسية. الولايات المتحدة الأمريكية تعد الداعم الأكبر لكييف في مواجهة روسيا، وتتعهد واشنطن بمزيد من الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا، رغم أنها قدمت حتى الآن دعماً يقدر بنحو 25 مليار دولار. 9153 كيلومتراً تفصل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ورغم ذلك كانت الولايات المتحدة ولا زالت أكبر داعمي أوكرانيا في حربها ضد روسيا، حيث بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا حتى اللحظة 24 ملياراً و900 مليون دولار. وحتى الآن استقبلت الولايات المتحدة 1945 لاجئاً أوكرانياً، رغم إعلانها استعدادها لاستقبال 100,000 لاجئ. والآن وبعد مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا، لا يزال 65% من الأمريكيين يؤيدون دعم بلادهم لأوكرانيا في استعادة كافة أراضيها من روسيا. في المقابل يرى 31% منهم ضرورة وقف الحرب فورا حتى إن كان ذلك لصالح روسيا. هذا ويرى 47% من الجمهوريين أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا زائد عن حده، فيما يعتبر 41% من الديمقراطيين أن دعم بلادهم للأوكرانيين غير كافٍ.